السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة. موضوع اليوم أنا ما نتكلمش على أمور شخصية تاع زاتشي والكلام اللي كثر للمدة الأخيرة، خاصة واحد المواطن الجزائري اللي دار فيديو تكلم فيه على بالأدلة بوثائق أن زاتشي عنده هكتارات ولا 1000 هكتار تاع أراضي في تيارت والملايير اللي داها والامتيازات. انا ما نتكلمش على الشق هذا، اي انسان عنده دليل ولا عنده ملف يقدمه للعداله، هذا الشيء نعرفه، ومع احترامنا والخونا اللي دار الفيديو ذاك واللي قدم بيانات باللي زاتشي دا امتيازات ودا 1000 هكتار من الاراضي في تيرت. عندك دليل روح قدمه للعداله والعداله تاخذ مجراها، خاصه مع الحراك الشعبي. انا اتكلم على الفضيحه الاكبر اكبر من هذا الشيء، هذه امور شخصيه، كان العداله اللي تفصل الناس تكولس وتهندس وتخطط، الناس تكولس وتهندس وتخطط. الاقجع المغرب كانت في ظرف 3 ايام ولا 4 كانت في المستوى الثاني، بقدره قادر ولات في المستوى الاول. علاش؟ انها الكواليس. كي كنت نتكلم على فيديو سابق على شباب قسنطينة قلت باللي كاينه 3 دول اللي راهي تسيطر الان في الكاف وراه عندها نفوذ في الكاف، هي مصر. مصر بطبيعة الحال اللي تسيطر في الكاف لان مصر بحكم مقر نتاع الكاف في القاهرة، هذا شيء مفروغ منه من بكري، من الزمان، من قديم الزمان مصر هي مسيطرة. ظهر لنا المغرب بقوة ومن بعدها تجي تونس، هذا راهم مسيطرين على الكاف ومخانقين احمد. اذا المغرب كانت في المستوى الثاني، لكن الاقجع ما سكتش وعمل الدور نتاعو كما ينبغي وقلبها في المستوى الاول، هذا حقه. الفضيحه الثانيه، كل المنتخبات الافريقيه حجزت في الفنادق في مصر. يعني مثلا ناخذ اي منتخب، حتى مش عمبالي انا مداغشقر، اي منتخب افريقي يحجز في جميع الفنادق. اذا عاد مثلا 20 فندق يحجز في 20 فندق، اذا عاد 10 يحجز في 10 فنادق، اذا عاد 15 في 15. من بعد ما تجرى القرعة عندهم هذه الحجز، بعد ما كملت تصفياتها احسبوا من وقتاش يدير الحجز في جميع الفنادق. كل منتخبات افريقية من اقوى دوله لاضعف دوله اقتصاديا، نحكيها مش نحكي على كره القدم يعني كاريير، اضعف افقر دوله تحجز في العديد من في كل الفنادق، مش العديد، في كل الفنادق اللي في مصر اللي راحت تستقبل الوفود المشاركه في كاس افريقيا. من بعدها بعد ما تجرى القرعه يبدا ينقصوا، يخيروا فندق واحد، خيروا فندق واحد اللي يساعدهم مريح وكذا، واللي تقدر الاتحاديه المحليه تاع اي دوله افريقيه تقدر مصاريف. هذا في كل منتخبات افريقيه وحتى في العالم كامل، الا الاستثناء الوحيد اللي راكم تعرفوه، اتحاديه الخرطي، افشل اتحاديه منذ الاستقلال. ولا حجز في الفنادق، ما كان ولا فندق حجزوا فيه، والقرعه غدا والله ما نبالها اي ماشي بدعاوي الخير، ومن بعدها في اخر المطاف يحجزوا له. كان ثاني فضيحه صرات مقابله الله اعلم غامبيا، الحجز الثاني داروه روطار، لقاو مشكله في الفندق، كثر خير السفير اللي دخل ودار المستحيل نتاعو باش المنتخب الوطني يكون في فندق ويلقى فندق. ها باش تعرفوا اوتيل ما قدروش يريزرفوه، اوتيل فندق ما قدروش، يقول لك احنا رانا نديرو مراكز تكوين، راه ما قدرش يدير مراكز تكوين، بصح احنا عندنا هنايا في الراس نديرو مراكز تكوين، زتشي جاع باش يدير مشروع. اول شيء انا نعرف شي نعرفه بمعرفه بسيطه، اي رئيس اتحادي قبل ما ينتخبوه يقدم مشروع نتاعو ولا يقدم برنامج نتاعو. زتشي لا برنامج لا والو، زتشي رواه هكا بريزيدون تاع الفافا، ارواح دوك احنا ما تقلقش روحك، حنا دوك نديرو لك اعضاء مكتب الفيدرالي، ارواح جا حد دوسي والله ما على بالو. معليش احنا جيتو بالتصوير ولا جيتو بطرق غير شرعيه، معليش على الاقل اخدمو برك،
راك ما سيدي جارتكم ناس وعينوكم ناس وجابوا لكم ناس اخرين معينين، ما عليهش. وجيتوا بطرق غير شرعيه، ما عليهش. وجيتوا بالتزوير سيدي، ما عليهش. اخدموا برك، بينوا باللي راكم تستاهلوا منصب هذا. هذا ما كان برك، بينوا للناس وسكتوا الناس. قال يا ناس انتوا تنتقدوا فينا وتجيبينها من ورانا من ورا الاتحاديه، احنا رانا خدامين. اصبروا، اعطونا العام الاول نبينوكم بلي رانا خدامين. عام فضايع، وعام اكثر منه فضايع، ويقول لك اصلا شي تنتقدوا فيه. وزيد الادهى والامر، سقسيه على بارادو يعطيك الديتاي كامله، يعطيك الديتاي كامله. على بالو قد جوار هذا قداش باعو، هذا قداش يبيعو، وهذاك وين راح ايكيبي راح لها، وهذاك وين يروح وين يلعب في ايكيب ناسيونال، اسكو يلعب في الاي 15 ولا في الاي 17 ولا في الاي 20 ولا في ادق التفاصيل. على بالو بارادو بصح تقصي على المنتخب الوطني التحدي، ماشيه بدعوة الخير، اصلا راهي ماشيه والو. اذا المنتخب الفضيحه ولا الاتحاديه الفضيحه هي الاتحاديه الجزائريه، عكس الاتحادية الافريقيه كامل اللي ما حجزتش في الفنادق. هذه اول شيء، اول خطوه بعد ما تاهلنا ما حجزتش في جميع الفنادق، هذه الاول. وما وبعد غد زدنا نتفضحوا اكثر في بعد القرعه، لان بعد القرعه مازال ما خيرنا حتى فندق. هذه وفضيحه اخرى اللي انا ما فهمتش، انا صراحه ما فهمتش هذا جمال بالماضي. داروا ورشه تاع مدربين في الايام اللي فاتت، كان شفتوها اخوتي، ورشه يطلبوا جميع المدربين يشوفوا قوانين جديده واخر الاخبار تقول راهم يديروا الفار وكذا، يعني باش يعرفوا التكنولوجيا ويعرفوا القوانين الجديده تاع التحكيم ويعرفوا. داروا رينيون، هكا رينيون صغيره مصغره فيها المدربين تاع القاره السمراء اللي تاهلوا كاس افريقيا. بالماضي ما كانش، مش حضور اجباري بس المفروض يحضر يشوف كذا، ما كانش. اسكو بالماضي ماهوش ولاتي معاهم، اسكو بالماضي دخل في الصف مع الماعد زاتشي وكمل مهي والجماعه ومدان، الله اعلم. وشيء اخر راهم بقى تسمعوا في الايام القادمه يسوقوا لكم يقول لكم يا ولدي مصر سخونه رانا رايحين نحضروا في قطر. انا الشيء نعرفه قطر اسخن، قطر ودول الخليج سخونين صح، عندهم ملاعب متطوره وعندهم ملاعب مكيفات وعندهم ملاعب متطوره صراحه، بصح المناخ طبيعي، المناخ نتاعهم اسخن من مصر. هما يقول لكم بلي رانا غنجيبوا المناخ اللي يشبه، كون جات كوب دافريك يديروها في الكاميرون ولا يديروها في دوله افريقيه في الشتاء، كنتو كيتحضر في القطار في قطر ولا في الامارات نوعا ما مقبوله، مقبوله. بصح في كوب دافريك في الصيف في قطر في الصيف يا اخي راهي درجه حراره عاليه، رطوبه عاليه، ما نحكيلكش. مصر الجو نتاعها بعيد على قطر، خاصة درجة الحرارة. الناس اللي تفهم في الجغرافيا تعرف الشيء هذا، تعرف طقس المناخ، تعرف هذه شيء تسمعوه بعد. إذا الاتحادية نتاعنا للأسف دائما خارج مجال التغطية، الاتحادية نتاعنا والاتحادية الجزائرية لكرة القدم خارج مجال التغطية، ما عندها حتى علاقة لا بتسيير لا بتحضير لا بمنتخب وطني لا بالظروف اللوجستيكيه لا بتحضير منتخب لا بالهم بوالو لا بتسيير لا والو. احكي لهم على بارادو يعطوك الديتاي كامله، يعطوك من الاي 15 حتى ليكيب اللي راهي تلعب في الشامبيون تاع الكوكايين، يعطوك الديتاي كامله، اسم لي جوار كاملين، بقداش تباعوا، بقداش شريتوهم، وين بلاصه جبتوهم، وين فريق جبتوه، هذاك اللاعب تاع بارادو وين نادي جبتوه منه، يعطيك من الديتاي كامله. لي زونترينور تاع لي بارادو من الاي 15 حتى يعطيك من الديتاي كامله. بصح نقولوا الاتحاديه وليكيب ناسيونال حدث ولا حرج. زدت شي نقولها لك، انا نوقف معاك في حاجه وما نزيدش ننتقدك فيها اطلاقا بشرط، ونخليك تخدم بربعة خمسة سنين عشرة الله يسهل، بشرط واحد تبع تنحي كامل لجوار نتاع بارادو من المنتخبات الوطنية كامل من الإيكاس حتى الإيكيب أ، بعدهم خلاص من المنتخب الوطني، وتهبط بارادو لأن بارادو نتائج تاعها مشكوك فيها، والعام الخاص يعرف، العام الخاص يعرف بارادو كيفاش طلعت، تهبطها الأماتير وتبعت لجوار نتاعها من كل المنتخبات الوطنية. ما نزيدش نقول فيه كلمة،
انا معك في تحدي، كون انت قد التحدي هذا. راني قلتها لك، راني صارحتك، كون انت كون كان كيما يقولوا ناس بكري كون صيد وكلني. انا قلت لك يا صدشي ما نزيدش نهضر خلاص على الفاف، وما نزيدش نهضر عليكم خلاص. تشر تبعد لي جوار نتاع الباك من كل المنتخبات الوطنيه وتهبط طارد وترجعها لمكانها الاصلي هي لاماتور، يعني باش تفضل المصلحه، باش نعرفوك باللي يا صدشي راك جيت تخدم المصلحه العامه، جيت تخدم الكره الجزائريه وجيت تخدم الاتحاديه وما جيتش تخدم مصالحك الشخصيه. باش تبري ضميرك دير الشيء هذا، نقولوا لي راك صدشي جيت تخدم المصلحه العامه وتخدم البلاد، تخدم الكره الجزائريه. مادام ما درتش الشيء هذا، انت يا زوتشي تخدم مصالحك الشخصيه وتخدم الفريق نتاعك بارادو، وما ناش ساكتين عليكم بطرق حضاريه وبطرق شفافه، وما نتاع قذف، ما نتاع سب، ما نتاع شتم. انتقاد البناء والانتقاد اللي يجيب الفايده. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع ما اسمنا فيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.